إلينا من جديد الأستاذ طارق البرديسي خبير العلاقات الدولية. أستاذ طارق، أجدد التحية والترحيب بحضرتك. كنت أتحدث عن هذه العلاقات التي تجمع مصر برومانيا، يعني سأبدأ بآخر جملة اختتمت بها هذه المقدمة، مرور 115 عاما على ذكرى تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين مصر ورومانيا، ماذا تحمل هذه العلاقات في طياتها وماذا من الممكن أن يتم البناء عليه في الفترة المقبلة؟ تحياتي لحضرتك ولكل المتابعين. يعني اتصور ان هذه العلاقات المصريه الرومانيه علاقات فريده، علاقات يعني متجذره، علاقات لها يعني جذور و يعني في مختلف الافرطه والمجالات. واتصور ان يعني هذه السياسه المصريه الحاليه، تلك الدبلوماسيه، دبلوماسيه القمه التي يمارسها فخامه الرئيس السيسي، تعطي زخما، تعطي وقودا لمزيد من توحيد الجهود وإعطاء الوقود لزخم هذه العلاقات أكثر وأكثر، باعتبار أن مصر يعني ليست فقط ركيزة الاستقرار وليست فقط البلد الوحيد القوي المتماسك في هذه المنطقة، ولكنها يعني وليست فقط يعني ذلك الثقل الاستراتيجي والسياسي والاقتصادي لهذه الدولة القوية، وإنما باعتبارها أنها دولة لها رؤاها الاستراتيجيه لحلحله كافه الانزعه والصراعات الاقليميه والقضايا الدوليه، وانها بوابه الاتحاد الافريقي، وانها بوابه العالم العربي. ايضا يعني رومانيا باعتبارها عضو مهم في الاتحاد الاوروبي، وايضا تعتبر يعني بوابه ومفتاح لذلك الاتحاد الاوروبي. اذا هو تلاقي دولتين كبيرتين لهم رؤاهم الاستراتيجية والسياسية تجاه مختلف القضايا. طيب، هل هذا تلاقي أستاذ طارق من الممكن أن يلقي بظلاله على بعض الملفات الهامة، خاصة وأن يمكن الجانبان والرئيسان أكدا في هذا المؤتمر الصحفي أن هناك اتساق في الرؤى، توافق في الرؤى حيال الكثير من القضايا، وإذا كان ذلك موجودا، ما أبرز هذه القضايا من وجهة نظر حضرتك الذي من الممكن أن يكون لها تأثير على منطقة الشرق الأوسط أو حتى تأثير في أوروبا، خاصة وأنه تم مناقشة الموضوع المتعلق بالطاقة في هذا التوقيت؟ وأنت أكيد تعلم سيد طارق أن ربما ملف الطاقة يثير اهتمامات أوروبا بشكل كبير. بالفعل بالفعل، كما أشرت يعني بسؤالك أشار إلى العديد من أوجه التلاقي ما بين الدولتين الكبيرتين. يعني في تصوري بالفعل يعني هذه الرؤى الاستراتيجية السياسية تجاه مختلف القضايا والأزمة، سواء كان في موضوع الطاقة باعتبار مصر يعني مركز كبير لتصدير الطاقة، مصدر لوجستي ودولة سياستها يعني ثابتة تجاه هذه القضية وتلك الورقة التي يهتم بها يعني الاتحاد الأوروبي. أتصور هذه الرؤية المشتركة وذلك التلاقي في قضايا شرق المتوسط وضرورة استقرار شرق المتوسط وضرورة استقرار يعني كافة النزاعات والقضايا، سواء كان في القضية أو المسألة الليبية أو المسألة السورية أو حتى القضية المركزية القضية الفلسطينية، كل تلك النزاعات وضرورة الحلول السياسية بعيدا عن عسكرة الأنزعة السياسية ويعني والاحتكام إلى الشرعة الدولية وإلى القرارات الدولية ذات الصلة، يعني كل تلك الأمور وذلك التلاقي لدولتين كبيرتين في الرؤى السياسية والاستراتيجية بتعظم من مزيد من التقارب وتدفعهم إلى مزيد من توحيد الجهود والتنسيق في المواقف الإقليمية تجاه تلك المسائل، ليس فقط في ملف الطاقة وإنما كما أشرنا إلى كل تلك النزاعات والقضايا الإقليمية التي تهدد يعني هذه المنطقة، وضرورة الحفاظ على الأمن الإقليمي بما يضمن استقرار الأوضاع. ومن ثم أتصور ذلك التلاقي وذلك الزخم للدبلوماسية الرئاسية بتدفع المستويات الأدنى والأقل إلى التفكير وإلى بلورة
التلاقي في مجالات عدة. يمكن أنا أستاذ طارق اختصيت ملف الطاقة فيما يتعلق بأوروبا، لأن أنت تعلم أن أوروبا تعاني من أزمة فيما يتعلق بالطاقة. مصر كان لها تحركات في هذا الملف من أيام قليلة مع دول أوروبية، أيضا أتحدث هنا عن اليونان وقبرص، فمن الممكن أن يكون هنالك تعاون فيما يتعلق بهذا الملف. بالفعل جميل جدا هذه النقطة، انه هو استكمال الدبلوماسيه الرئاسيه، القمه الرئاسيه هنا بتستكمل يعني تلك الادوار، وذلك الالتقاء برومانيا بالفعل هو استكمال وتكمله للقاءات، سواء كان مع اليونان وقبرص، سواء كان مع الفسترات بولندا والتشيك والمجر. يعني دائما استكمال الدور المصري والثقل المصري وهذه العلاقات المصريه مع يعني كافه ارجاء العالم ومع القوى المؤثره، وذلك التنسيق في كافه المحافل وتلك العلاقات المتوازنه. دائما القياده السياسيه ويعني الدبلوماسيه الرئاسيه حريصه على تلك العلاقات المتينه البناءه المتوازنه مع كافه يعني مع كافة القوى واستكمالها والتنفيذ، ويعني ليس فقط يعني كما كان في عصور سابقة يعني عدم استكمال، ولكن نجد أنها رؤية استراتيجية مع تنفيذ واستكمال وخطوات دائما يعني للوصول إلى تعظيم المصالح الاستراتيجية المصرية، تعظيم المصالح السياسية والاقتصادية المصرية. وهذا هو فعلا التجلي الحقيقي وأهمية وقيمة الدبلوماسية الرئاسية التي تمارس من قبل فخامة الرئيس السيسي. أيضا لا ننسى طيب يعني أستاذ طارق، يمكن حضرتك برضو أثرت نقطة في غاية الأهمية في بداية كلام حضرتك، أنه يمكن من 2007 دخلت رومانيا وأصبحت رومانيا عضو في الاتحاد الأوروبي، هذا أعطى زخم أكثر للعلاقات المصرية الرومانية. مصر جميع الدول الأوروبية تعي وتعرف تماما أنها بوابة للاستثمار في إفريقيا بشكل كبير، إلى أي مدى ذلك من الممكن أن يضع نوع من أنواع التقارب أيضا فيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين، وكيف من الممكن أن تفيد مصر إفريقيا بهذه العلاقة؟ جميل، يعني فعلا العلاقة مفيدة والمصالح متبادلة فيما يتعلق بهذا الخصوص، ومصر دولة كبيرة بالفعل. يعني عندما في 2007 ودخول وولوج رومانيا للاتحاد الأوروبي، أتصور أنها تستفيد أيضا من الخبرة المصرية، لأن مصر لها ذلك المراس وهذه العلاقات القديمة مع بقية الاتحاد الأوروبي. إذن يعني دخول هذه الدول التي دخلت يعني حديثا نسبيا في الاتحاد الأوروبي استفادت من المواقف المصرية، استفادت من الخبرة المصرية ومن التربة المصرية وعلاقتها بالاتحاد الأوروبي يعني بشكل كبير. أيضا تكون الإفادة هنا متبادلة فيما بعد، ويعني تنسيق المواقف وتوحيد وتقارب المواقف على أرضية واحدة في مختلف القضايا. إذا هذا هو يعني لب وجوهر الاستراتيجية المصرية في سياستها الخارجية، هو كيفية يعني إفادة الأطراف الأخرى والاستفادة وبما يحقق يعني مصالح الكل. وكما أشرنا في البداية رومانيا إذا كانت يعني عضو فاعل وبوابة للاتحاد الأوروبي، مصر بوابة لهذا البهو الإفريقي ولهذه يعني ولهذه الأمة الإفريقية أو للأمة العربية، ويعني استفادة الدولتين من هذه المكانة الاستراتيجية والجيوبوليتيكية يعني استفادة كبيرة، ومن ثم تتبلور فيما بعد ذلك يعني الرؤى حول الاتفاقات في العديد من المجالات التي تعود بالنفع على القطاعين الخاص ومن ثم على الشعوب وتوفير فرص العمل والاستفادة.
طيب أستاذ طارق، حينما ننظر أيضا لهذه الزيارات، يمكن في 2019 كانت أول زيارة للرئيس مصري أو الرئيس السيسي إلى رومانيا منذ 15 عام. اليوم نشاهد الرئيس الروماني في مصر، كان هنالك يعني على مدار السنوات الماضية زيارات متبادلة سواء على المستوى الرئاسي أو على مستوى وزراء الخارجية بين البلدين. أتحدث هنا عن هذه الزيارة تحديدا، وحينما ننظر إلى هذه الزيارات بالطبع توقيت هذه الزيارات يكون له نوع من أنواع الدلالات. دلالات هذه الزيارة من وجهة نظر حضرتك وتوقيت هذه الزيارة أستاذ طارق؟ يعني دلالة هذه الزيارة ويعني لا تخطئها عين المتابع تؤكد وتشي وتؤشر على يعني رؤية مصرية استراتيجية في ضرورة يعني تعظيم الاستفادات وتوطين وتمتين العلاقات السياسية والاستراتيجية مع كافة الدول ومنهم هذه الدولة المهمة رومانيا. يعني قبل ذلك يعني تساءلنا ما أهمية بولندا والمجر، ما أهمية رومانيا، ما أهمية قبرص، ما أهمية أهمية فيتنام. يعني فعلا فخامة الرئيس السيسي يعني بهذه الدفقة التي أعطاها للعلاقات الدبلوماسية، وذلك التحرك في شمال أوروبا، في وسط أوروبا، في جنوب شرق آسيا، في إفريقيا، في كافة يعني مع كافة دول العالم، يعني بتؤكد أن يعني مصر جديدة، جمهورية جديدة تريد أن توطن العلاقات مع كافة دول العالم على قاعدة المصالح المتبادلة وكيفية يعني تعظيم الاستفادة في كافة المجالات والصعد المختلفة، وأنها يعني بتمشي وتسير وتستشعر بأهدافها، بأهداف تلك القمة الدبلوماسية، مواطن الاستفادة، مواطن القوة في تلك العلائق مع هذه الدول المختلفة. ويعني يعني بالفعل حتى نكون موضوعيين، يعني دي أهمية تحركات يعني القائد الأعلى للسياسات الخارجية إنجاز لنا التعبير، عندما يتحرك بنفسه تعطي ذلك الزخم وذلك النسق وتلك القوة للعلاقات المصرية، بعكس الحال عندما تمارس الدبلوماسية من قبل يعني هيئات أدنى أو شخصيات يعني أقل في ذلك المستوى، إنما عندما تمارس هذه السياسات الخارجية على أعلى مستوى، فهذه الدفقة والقوة لهذه العلاقات المصرية في الجمهورية الجديدة. وأتصور أن كل ذلك يعني يعطي مزيد من المقنع للدولة المصرية كيف أنها تستفيد في كافة الصعد والمجالات المختلفة، وذلك أيضا ينطلق من رؤية استراتيجية كبيرة مصرية فيما يتعلق بكيفية التعامل في قضية حقوق الإنسان، بكيفية التعامل مع تلك المشروعات القومية العملاقة. طيب أستاذ طارق، دعني أطرح عليك هذا السؤال أخيرا، يمكن حضرتك أيضا أثرت نقطة في غاية الأهمية عن فكرة أن البعض تساءل ما أهمية العلاقات المصرية القبرصية أو تطوير العلاقات المصرية القبرصية، البعض تساءل عن ما أهمية تطوير العلاقات المصرية اليونانية. منذ أيام قليلة الكثير من التحليلات خرجت لتقول أن الآن العلاقات المصرية القبرصية والعلاقات المصرية اليونانية، مصر الآن تجني ثمار هذه العلاقات بحكم أن كان للقيادة السياسية نظرة مستقبلية بشكل أو بآخر لمستقبل هذه العلاقات. هل نستطيع القول الآن أن العلاقات المصرية الرومانية لما هي عليه في هذا التوقيت مصر جنت ثمارها، أم ربما القيادة السياسية لها نظرة مستقبلية أو ما بعدية فيما يتعلق بهذه العلاقات؟ بالفعل يعني هي النظرة الاستراتيجية هي استشراف المستقبل وكيفية التعرف على يعني تلك الأرضيات الاقتصادية والاستثمارية والسياسية والملفات المشتركة التي يمكن أن يستفيد منها الجانبان، وهذه هي أهمية التنسيق في كافة المحافل، وهذا هو جوهر يعني التنسيق الجهود الدبلوماسية وهذه العلاقات المتينة البناءة والمتوازنة، وهذا هو مفهوم استكمال يعني مفهوم فخامة الرئيس السيسي في يعني استكمال المشوار الدبلوماسي الذي لا يتوقف ولا يمل في تطوير هذه العلاقات أكثر وأكثر، وغير متأثر بأي حد، غير مرتمن يعني في حساباته أو في علاقاته على حساب أحد أو على طرف أحد، وأيضا في ظل تطوير هذه العلاقات
ايضا بيتم تعظيم المصالح والاستفاده صحيح. من الضربه والاستفاده من الخبره والاستفاده نعم. من التاريخ، تاريخ العلاقات الدوليه او الدبلوماسيه للدوله صحيح. المصريه الكبيره نعم. وايضا يعني الرؤيه المصريه بتتجلى في انه عندما تطلق يعني هذه المجموعه كريمه او حتى فكره تلك الوثيقه المهمه الاستراتيجيه الوطنيه نعم. لحقوق الانسان او حتى الغاء حاله الطوارئ، كل ذلك يعني بيعتمل ويخرج من نعم. يعني حلول مصريه غير نعم. متاثره باحد صحيح. لا 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 تنتظر او لا تتريث يعني توجهات. يعني استطيع ان افهم من كلام حضرتك ربما استاذ طارق ان دائما القياده السياسيه المصريه لها نظره مستقبليه ربما وتستبق بخطوات. على كل حال استاذ طارق البرديسي خبير العلاقات الدوليه، انا بشكر حضرتك جزيل الشكر على كل هذه الايضاحات.